إنها لحظة سحرية لقيادة الأسد الحارس من ديزني جونيور. بيشتي ينقذ موتوتو من الضباع، لكن توجد مشكلة أكبر في الطريق. لقد أوشكنا على الوصول. انظر، ماذا سنفعل الآن؟ جاءتني فكرة. أبانا، تماسيح في الأمام وضباع في الخلف، هذا موقف صعب، سأبلغ باقي الحراس. موتوتو، مستعد للتسلل؟ بكل تأكيد. فيل صغير. لم ننجح التسلل. إنهم يقتربون أكثر. يا موتوتو، تذكر حيلة الخرطوم؟ بالتأكيد. خذ هذا أيها اللئيم. رائع، لقد أحسنت. مستحيل. ها قد عدت مرة أخرى ومعك صديقك الصغير. أخطأت يا جنجة، كل الأصدقاء معك. أونو، هيا معي حتى نهاية الحياة. طريق الحراس حماه. كايون، أنا سعيد برؤيتكم. عذرا لأننا تأخرنا عليكم، هذا أفضل من التغيب. بالفعل يا صديقي. أتعرف؟ ستكون فرصتهم أفضل إذا خرجوا من النار. لن أقول لهم هذا. للجميع مواهبهم المميزة، وعندما تجتمع يمكنهم تخطي أصعب المشكلات. تابعوا المشاهدة للحظة سحرية أخرى، وشاهدوا قيادة الأسد الحارس على ديزني جونيور.